بيفكروا ماما ممكن تعمل ايه لو اتصلنا بيها وقلنا لها شفنا بابا مع واحدة زي القمر. تعالوا نشوف. يا امي يا امي ده لسه. المهم اسمعيني بس، اسمعيني بسرعه، اسمعيني بسرعه. لقيت قفشت بابايا دلوقتي مع واحده ماشي معاها. قفشت ابويا ماشي مع واحده دلوقتي بكلمه، قال لي ما تقولش لحد. شفت ابويا ماشي مع واحده دلوقتي بكلمه، قال لي اسكت ما تقولش لحد. ابوه نعم نعم نار ازرق لما يجي لك. ايه يا ماما عادي يعني، هو قلت له بعت لي بنتها، قال لي انا هكلمها لك دلوقتي. انت فين؟ ما انا مع بابا يا ماما، مع ابويا. انا مع ابويا دلوقتي. واحده زي القمر بصراحه اهو. يا باولو ما انتش يا باولو. الو ده امبارح كان واقف مع واحده والله. هو كان واقف مع واحده، خلي لا بجد. انا امبارح شفته بس ما رضيتش اقف اسلم عليه عشان ما يقوليش ما تقولش لامك والشغل ده. فايه بقى؟ بس هو ابويا بقى ذوق حلو على فكره، بعد ما اختاري بقى ذوق حلو. انا صراحه كنت عايز اخش اسلم عليه بس ما رضيتش. بابا امبارح وانا ماشيه واحده صاحبتي شافته راكب مع واحده العربيه. بقول لك واحدة حلوة، بتقولي حلوة يعني ولا وش؟ بقول لك بتقولي ده كان قاعد معاها امبارح وكان بيكلمها ومش عارفة ايه، وكان بعد كده قام واقف بالاشارة وحط ايده على كتفها. بقول لك والله انا اتضايقت اما قالت لي. المفروض ما احكي؟ يعني انت موافقة انه مثلا يتزوج واحدة ثالثة؟ ماما خلينا نحكي من صدق، انت موافقة يتزوج واحدة ثالثة؟ موافقة؟ يا ماما. ايه؟ يا ماما في الجامعة بس اهو. بتاخد فين النهاردة؟ معلش بس بقول لك ايه؟ شفت حاجة غريبة النهاردة بس. بتاع ده لقيت ابويا ماشي مع واحدة النهاردة. والله؟ والله. ما بهزرش والله، بكلم بجد. ايه؟ ما قلت ايه؟ ما صورتهاش ليه؟ ما صورتها والله. ايه؟ اما دي اوريها لها ليه؟ نهار ابويا شفته ماشي مع فين يعني؟ ايه؟ شفته ماشي فين؟ انا عارفه انت اخر شارع العباسيه كده. ما انا بقول لك، انا ما هو ده الغريب، ما هو ده اللي انا مستغربه. طب لابس ايه؟ نعم؟ لابس ايه طيب؟ ما بقول انا صورتهم لك عامة. صورتهم لي يعني؟ اه. خلاص ابعت لك صور. طيب ماشي دلوقتي انت هتعملي ايه؟ والله يعني الولاية جامدة قوي على فكرة. عادي حبيبي ولا يهمك. ايه؟ ولا يهمك، مش مشكلة يعني. خلاص امشي وراه امشي وراه. امشي وراه؟ اصور فيديو؟ ولا نعم امشي وراه امشي وراه. امشي وراه ابن الجزمه على القطر اللي جاب ابوه. امشي وراه. انت شفت الولد اللي صورته؟ ايه صورته، بقول لك صورته. على فكره ابوك مش زيك. ها؟ ابويا مش زيي؟ يعني ابويا مش زيي؟ ده تلعب كارماندي. مش زيك يا ابن الجزمه. بتنجان رومي. ايه يا ماما دلوقتي يا ماما؟ فلفل كمان يعني؟ بتنجان عامله مسقعه انت يعني يا ماما؟ اه
بقول لك قاعد مواقف في العربيه بتقول لي هات لي بتنجان رومي. يا حاجه صلي على النبي، انت عامله اكل ايه ياما؟ خلص يا رسول، عامله اكل ايه بس؟ تمام عشان خاطري عامله اكل ايه؟ خد هو ممكن يقول لك عامل ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا امي؟ بقول لك ايه؟ انا معدي من جنب الفيوتشر هناك عند باخد الكورس بتاع فودافون. بابا واقف بالعربيه ومعاه واحد. يا عم ايه واقف ايه معاه واحد خليه يا استاذ راجل كبير خليه ايه بقول لك واقف معاه عمال يهزروا وبتاع ويضحكوا وفي كلام في الماني. انا شكيت ان هو اصلا متجوزها. ايه ده؟ اه طب يا عم نجيب لكم نقطه كبيره.